دلوقتي تعالوا نتعرف على آخر استعدادات وزارة التموين ومخازن الشركات العامة لصرف الدعم الاستثنائي على بطاقة التموين لمدة 6 أشهر تنفيذا لتوجيهات سيادة الرئيس. الدعم ده زي ما احنا عارفين هيبدأ صرفه في أول شهر سبتمبر اللي جاي. خلينا نشوف. تنفيذا للتوجيهات الرئاسية هتبدأ الحكومة صرف الزيادة الاستثنائية للأسر الأولى بالرعاية من المستفيدين بالبطاقة التموينية، وده بداية من شهر سبتمبر ولمدة 6 شهور. تم توفير جميع السلع المنظومة التموينية على المنظومة الجديدة 29 سلعة، جميع السلع متوفرة بكميات وفيرة، بيتم استعاضة يوميا للمباع. من النهارده من اليوم سيبدأ صرف المنظومة التموينية لشهر سبتمبر للتجار التموينيين. طبعا بالنسبة للصرف وال 100 جنيه وال 200 جنيه وال 300 جنيه اللي نزلت الشهر ده للأسر الأكثر احتياجا، من حق المواطن ان يبتدي صرف المنظومة التموينية الخاصة به خلال 4 دفعات خلال الشهر. ممكن يصرفها دفعة واحدة او ممكن يجزئها الأربع دفعات في حدود المبلغ المحدد ليه. طبعا بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عملنا الحزمة الاجتماعية الإضافية 100 جنيه و200 جنيه و300 جنيه لأصحاب البطاقات التموينية اللي هم المستحقين لزيادة الدعم لمدة 6 شهور، بتمثل 36 مليون تقريبا مواطن مستحقين، بتعمل 1 مليار جنيه في الشهر. هو أقل شوية بس يعني في حدود 1 مليار جنيه. المليار جنيه وإحنا دعم السلع التموينية 3 مليار يبقى 4 مليار لمدة 6 شهور. وزارة التموين حددت آليات صرف كمية السلع لكل أسرة بقيمة الزيادة الشهرية واللي بتتراوح ما بين 100 ل 300 جنيه، وده بعد قرار الحكومة بصرف الزيادة في صورة سلع تموينية. طبعا بيبقى في حملات بصفه يوميه وبشكل مستمر على جميع المنافذ التموينيه من الادارات الفرعيه ومن الاداره المركزيه داخل المديريه. كمان احنا بننشط طبعا المواطنين ان هم يتاكدوا من خلال صرف الخبز على موضوع بون الصرف، يعني احنا عايزين المواطن يتاكد بنفسه اذا كان هو مستحق لل 100 جنيه او ال 200 جنيه او ال 300 جنيه. المديرية طبعا مفتوحة يعني طوال الأوقات لتلقي أي شكاوى تخص أي مشكلة خاصة بالسلع التموينية أو برغيف الخبز أو أي مشكلة قد يعني تحصل للمواطنين. السلع اللي هيتم صرفها حضرتك سلع المنظومة التموين، زيت سكر رز دي السلع الاستراتيجية، وباقي السلع اللي هي السلع زي المربى والجبنة والحلاوة والتونة والحاجات ديت. هيجي لها 100 جنيه مثلا زياده، هياخد الزيت والسكر تمام، وباقي الدعم هياخده من باقي سلع المنظومه التموينيه. اجراءات بتاخدها الدوله تنفيذا للتوجيهات الرئاسيه وفي اطار برنامج الحمايه الاجتماعيه لتخفيف الاعباء عن المواطنين.